لا هم لهم ولا هدف سوى تغليب المصلحة العليا للبلاد. فمن يكونون؟ وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر. فمن هو جيش مصر؟ الأمن القومي مش بس يقتصر فقط على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، لا، قد يكون أحياناً مطلوب كمان للدفاع عن الدولة إن حجم التنمية ومعدل التنمية يبقى ضخم. هو جيش يحمل السلاح ويشارك في العمران والبناء. فمصر العريقة تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.